مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم. ولد المسيح، بالفعل نشكر رب لأجل ولادة المسيح من مدينة بيت لحم، مدينة الميلاد، مدينة حيث ولد رب الكل المخلص. منرحب بالجميع في هذا المؤتمر، أتينا لنسجد له طبعا، بالموجودين من كل مكان واللي موجودين معنا على قناة الكرمة. منقولكم كل عام وانتم بخير، سنة سعيدة مباركة في اسم الرب يسوع المسيح، وسلام خاص من مدينة الميلاد، مدينة ميلاد ربنا يسوع المسيح. فنشكر رب انه بالفعل المجوس قبل 2000 سنة جاءوا حتى يسجدوا لرب المجد، والمجوس اللي هن احنا بنعرف كانوا من مكان بعيد، تحملوا عبء السفر ومخاطر السفر، وجاءوا وقدموا الثمين للرب يسوع المسيح، لأنه بيقولوا لهيرودس لقد رأينا نجمه. فصلاتي في هذا المساء وصلاتي في هذا المؤتمر وباسم خدمات مراناتا، خدمات الأراضي المقدسة، أن يكون مؤتمر مبارك. ومنرحب بجميع، وبرحب كمان بشكل خاص في الأشخاص اللي جاءوا من بعيد حتى يخدموا معنا في هذا المساء. المرنم الأخ أمير حنين، أهلا وسهلا فيك، والمرنمين والمساعدين والعازفين، أهلا وسهلا فيكم، نشكر رب من أجلكم. وباسمكم، باسم خدمة مرنات الأراضي المقدسة، نشكر كذلك قناة الكرمة وطاقم العاملين فيها، على رأسها مدير ومؤسس القناة الأخ صموئيل استيفانوس، نشكرهم من أجل هذا البث والخدمة المشتركة اللي إحنا إلنا سنين منفتخر إنه إحنا منقدمها من الأراضي المقدسة، ومنبارك مش بس شعبنا في الأراضي المقدسة، منبارك باسم يسوع جميع الأمم وجميع الشعوب. وكيف قلت إنه المجوس جاءوا من بعيد حتى يسجدوا للرب يسوع المسيح. وفي قصة الميلاد مش رح أوعظ، ولكن في قصة الميلاد بنشوف شخصيات كثيرة اللي هن عبارة عن المجوس أو الملوك أو الحكماء اللي جاءوا من بعيد حتى يسجدوا للرب يسوع المسيح، وكان الرعاة اللي جاءوا كذلك وسجدوا ليسوع المسيح. فصلاتي في هذا المساء إنه نيجي بقلوب ممتلئة بالشكر والحمد من أجل ما قدموا الرب يسوع المسيح، عالمين إنه يسوع موجود في هذا المكان. وأخرى مرة نشكر الرب من أجل هاي الفرصة اللي الرب أعطانا إياها. راح نصلي ونبدأ في التسبيح والترنيم، ونأخذ فترة اللي فيها نعبد الرب يسوع ونشكره من أجل الميلاد، ومن أجل إنه الله أخذ صورة البشر، تجسد وجاء على أرضنا هون حتى يعطينا الخلاص ويقدم لنا الأبدية من خلال ما صنعه على الصليب هناك. فمجدا للرب يسوع المسيح. نحن رؤوسنا في الصلاة ونطلب بركة على هذا الاجتماع في اسم يسوع، في اسم ربنا يسوع المسيح. يا أبانا، نتقدم أمامك في هذا المساء شاكرينك يا رب من أجل محبتك، ونشكرك يا رب من أجل ميلادك ومن أجل خلاصك، من أجل يا رب أنك قبلت أن تترك عرشك السماوي وأن تصبح مثلنا في هذا الجسد البشري حتى تخلصنا، وحتى يا رب تقربنا إلى الله الآب، لأنه نحن نعلم بحسب ما قال أشعياء النبي أن خطايانا صارت فاصلة بيننا وبين الله. ولكن يا رب في ميلادك اللي يا رب بالفعل أظهرت محبتك، وهذه المحبة تجلت ليس فقط في الميلاد بل كذلك بالصليب، حيث قدمت نفسك ذبيحة من أجل خطايانا، وحتى تغسلنا بذاك الدم اللي سفكته على خشبة الصليب وتجعلنا أبنائك. باركنا يا أبانا في هذا المؤتمر، وباركنا يا رب من خلال الترنيم والتسبيح والعبادة وما نقدمه في هذا المساء. نعم يا رب، أتينا لنسجد لك، أتينا لنقدم لك الثمين، أتينا يا رب إلى بيت لحم حتى نقول مع الملائكة مبارك الله الذي ظهر في الجسد. نبارك اسمك ونعظمك ونشكرك يا رب من أجل أوقات سماوية، ومن أجل يا رب
قناة الكرمة ومن أجل عملها ومن أجل يا رب الخدمة التي تقام من خلالها. بارك شعبك في اسم ربنا يسوع المسيح، ولك كل الشكر والحمد والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين. مبسوط أكون معاكم مرة تانية أو تالتة أو رابعة بعد انقطاع وقت طويل بسبب الكورونا، لكن نشكر الرب يفتح في البحر طريق. في اسم الرب يسوع بركات على شعب الرب. الرب يبارك شعبه بالسلام. هللويا. بركة على كل بيت حاضر في اسم الرب يسوع. كم واحد فرحان؟ هللويا. واللي مش فرحان هيفرح في اسم الرب، عشان نيجي كلنا مع بعض نعطي له المجد في محضره. الكل قائل مجدا، كل قائل ايه؟ انا صوتي على منكم. الكل قائل مجدا مجدا في اسم الرب يسوع. هللويا. حلو قوي ان احنا نقف مع بعض في وقت التسبيح، صح؟ ننشط كده ونعطيله التسبيح بكل قلوبنا، كل أجسادنا، كل كياننا. لك يا رب العظمة، لك يا رب التسبيح، إله تسبيحي أنت. موضوع الترنيمة، إله ترنيمنا وتسبحنا. إحنا مع بعض جايين نعبد الرب، مش جايين نتأمل في جمال الترنيمة أو اللحن، صح؟ الموضوع مش الترنيمة، الموضوع هو صاحب الترنيمة. فحتى لو صوتي وحش مش مشكلة، برنم وبنشز وموسيقى ضربة وتعبانة وسكين. الموضوع مش اللي بيحصل، لكن هو موضوع الترنيمة. أمين؟ كنا من شوية بنقول عمانوئيل، الله معنا، شعبك يا رب يعلن بيك إيمانه، متمسكين في وعودك، ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره رب معاكم في كل وقت. عمانوئيل عمانوئيل، الله معانا. عمانوئيل الله معاك. تعالوا نرفع أصواتنا مع بعض. عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل الله معاك. شعب الرب يقول، شعبك يعلن مسك الوعودك، انت رعينا وكل مالينا وتغمرنا بزودك. شعبك يعلن بإيمانه يتمسك الوعودك، انت رعينا وكل مالينا وتغمرنا.
الله معاه مهما اشتدت مهما اشتدت حرب علينا اعلن روحك فينا انك لينا ومين يكفينا غيرك انت يا فدي سمينا منقوشة على ايدا واللي يمس ولادك ربي ده بيمس عينا شايفين على كفك اسمينا منقوشة حرب علينا اعلن روحك فينا انك لينا ومين يكفينا غيرك انت يا فدي اشكرك يا رب مهما اشتدت حرب علينا اعلن روحك فينا انك لينا ومين يكفينا غيرك يا فدينا عمانوئيل عمانوئيل الله معانا عمانوئيل عمانوئيل الله معانا عمانوئيل عمانوئيل الله معانا سبب وجودي ليك سجود فادتني يا رب فادتني بدم صليبك فاكد عيوني يا سبب وجودي يا سبب وجودي ليك سجودي فادتني بدم صليبك فاكد عيوني وحدك فدية حقك حرية نلت حبك كرامة وحياة أبدية دمك غطاني برك كساني Yeah.
مبارك اسمك يا رب، عايشين في خيرك وجودك ومرحمك كل أيام حياتنا. هللويا هللويا هللويا. يسوع ما أجوده، ترنيمة قديمة، يسوع ما أجمله، انظر إليه حاملا صليب عارنا المشين. هللويا. منتظر الرب يجددون قوة، طوبى للواقفين في ديار الرب. أمين. يلا مع بعض نكمل تسبيحنا. طب يلا نقف مع بعض نكمل تسبيحنا. وانظر إليه حاملا صليب عارنا المشرك، غضا انظر صاعدا، انظر
عزم الدعاء وسنين أبي
أتعود عنها أضعاف سنين أكلها الغرام أتعود عنها أضعاف وتعود وتدفي جمال عوضا عن الرمال يا رب تبهرنا بشاير فرح تسبيح كنيسة مسبحة شعبك ينال الوعود ويملا قلبه الايمان شعبك ينال الوعود ويملا قلبه الايمان وتعود وتدي كمان عوضا عن الرمال تغمرنا بشاير فرح ملك الملوك تسبيح ليك يا رب تسبح بدل النوى هللويا هللويا مبارك اسمك يا رب. في ترنيمة بتقول قد عظمت أيها الرب الإله لأن ليس إله مثلك حسب كل ما سمعناه بأذاننا قد عظمت أيها الرب الإله. لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك حسب كل ما سمعناه بأذاننا ليس مثلك
حسب كل ما سمعناه بأذاننا. ليس مثلك، ليس مثلك، ليس إله غيرك. والآن أسبح أعظم وأحمد ملك السماء. أسبح أعظم ملك السماء. والآن أسبح أعظم وأحمد ملك السماء. أسبح أعظم ملك السماء. الذي كل أعماله حق، الذي كل طرقه طرقه عدل، الذي كل أعماله حق، الذي كل طرقه عدل. والآن أسبح أعظم وأحمد ملك السماء. أسبح أعظم ملك السماء. لك نرفع ذبيحة الحمد، نسبحك بطيبة القلب. أنت نشيدنا بهجة قلوبنا ونبع سرورنا. نعيد لك نحتفل بك، لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا. نعيد لك نحتفل، أنت فرحتنا، فرحتنا بالحمد نبتهج بك. أنت جالس وسط تسبيحنا، تغمر بمجدك حياتنا. عزنا بك يا إلهنا، نبهج حضورك. نعيد لك نحتفل بك، لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا. نعيد لك نحتفل بك، أنت فرحتنا بالحمد نبتهج بك. نحن نعرف عظم قوتك، نشهد ما أهيب أعمالك. بقوة روحك تعمل في وسطنا صانعا عجائبا. نعيد لك نحتفل بك، لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا. نعيد لك نحتفل، أنت فرحتنا، بالحمد نبتهج بك. نحن نعرف، نعرف عظم قوتك، نشهد ما أهيب أعمالك. قوة الروح، قوة الروح في وسطنا صانعا عجائبا. نعيد لك نحتفل بك، لك اشتياق. بارك اسمك يا رب. نعيد لك نحتفل بك، أنت فرحتنا بالحمد. أنت جالس، أنت جالس وسط تسبيحنا، تغمر بمجدك حياة. فرحتنا بيك يا رب، عزنا بك يا إلهنا، نبهج حضورك. نعيد لك نحتفل بك، لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا. نعيد لك نحتفل بك، أنت فرحتنا بالحمد نبتهج بك. بعد الحزن بقيت فرحان واتمتع بالغفران، وفي السماء بقى ليا مكان، ويعايش بأمان.
بعد الحزن بقيت فرحان واتمتع بالغفران وفي السماء ليا مكان وعايش بأمان. وفى ديوني يسوع وفى ديوني يسوع. بعد ما كنت عبد أجير وكان خطاياي كتير يسوع شال على الصليب خلاني أمين. بعد ما كنت عبد أجير وكان خطاياي كتير يسوع شال على الصليب خلاني أمين. وفى ديوني يسوع. بعد الحزن بقيت فرحان ومتع بالغفران وفي السماء بقى ليا مكان ويعايش بأمان. بعد الحزن بقيت فرحان ومتع بالغفران وفي السماء بقى ليا مكان ويعايش بأمان. هللويا. في الصليب وفى كل الديون صح؟ هللويا. في الصليب أطلقنا أحرار. أشكرك يا رب. هللويا. مبارك اسمك. هللويا. لك يا رب المجد. خلونا عينينا على الرب في اسم الرب يسوع. اشكرك يا رب وعظمك. اشكرك لانك فرحتني، اطلقتني حرا. ماذا ارد للرب من اجل كثره احسناته؟ كاس الخلاص اخذ وباسم الرب ادعو. أطلقني حراً حبيبي. أطلقني حراً يسوع. ماذا أرد للرب الذي فدى نفسي من الهلاك من أسر الردى؟ ماذا أرد للرب الذي فدى نفسي من الهلاك من أسر الردى؟ كاس الخلاص لا شيء فيا
يرد للرب. ماذا أرد للرب الذي فدى نفسي من الهلاك من أسر الردى؟ ماذا أرد للرب الذي فدى نفسي من الهلاك من أسر الردى؟ كأس الخلاص أخذ وأشكر وأدعو باسمه العلي طول المدى. لا شيء فيا، لا شيء مني، الكل من فضل حبه. الرب ترسي وهو بجنبي، حقي وبري أحيا به، وهو الذي معي يمشي في غربتي بحسب وعده الوفي والأمين. وهو الذي معي يمشي في غربتي بحسب وعده الوفي والأمين، يفرج ضيقتي ويهدي خطوتي ويملأ احتياجي في كل حين. لا شيء فيا، لا شيء مني، الكل من فضل حبه. الرب ترسي وهو بجنبي، حقي وبري أحيا به. الرب ترسي مجاني، حقي وبري أحيا به. هللويا. كأس الخلاص أخذ وباسم الرب أدعو. كرامة والمجد لاسمك يا رب. هللويا. تعالوا نقف مع بعض كده نختم بالترنيمة اللي بتقول: حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ امتلأ
مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. امين. تفضلوا. هاليلويا هاليلويا. مبارك اسم الرب. وحشتوني قوي قوي قوي. ثلاث سنين ما شفتكوش، لكن فرحان قوي ان اكون معاكم بعد كل الغيبه دي، والكورونا مش هتقدر تفصلنا، والعدو مش هيقدر يوطي صوتنا. كم واحد يقول أمين؟ وإبليس ليس له فينا شيء، وعظم الرب العمل معنا، وإيه؟ وصرنا فرحين. كلمات رائعة من مزمور 126 يقول كده: عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين. أنا عايز أقول لكم النهاردة، أنا عايزك تتوقع قبل ما ابتدي الخدمه على قلبي كلمات عايز اشاركها معاكم، وعايز اقول لكم الموضوع مش مؤتمر، وده اللي الرب حسسني بيه واحنا بنصلي قبل الاجتماع. الموضوع على قلب الرب اكبر من مؤتمر. مش كده الموضوع بالنسبه لك مش مؤتمر لطيف جاي تحضره وان شاء الله يبقى جميل وحلو ونتعزى ونتبارك ونروح زي ما جينا ونرجع لدايره الحياه، قضينا وقت حلو في بيت لحم. لكن أنا شاعر إن على قلب الرب يعمله أعظم وأكبر بكتير من مجرد مؤتمر. ساعات كتير اختزلنا عمل الرب في علب، في بوكسز، في مؤتمر، في اجتماع. كل اجتماع بنحضره، كل مؤتمر بنحضره، الرب بيقودنا في الجيرني، في السكة اللي احنا ماشيين فيها، وكل حاجة بتعدينا احنا ماشيين في سكة ورا الرب، وكل يوم بيعدي، كل يوم عندنا مراحم جديدة في كل صباح، كل يوم في تقدم في السكة دي، كل يوم في ارتفاع، كل يوم احنا في الارتفاع فقط وليس في الانحفاض. مش كده النهاردة انا نفسي ما تختزلش عمل الرب في مؤتمر في 4 أيام، في 5 أيام، حتى في 10 أيام. اللي على قلب الرب يعملوا أمور عظيمة في هذا المكان. مش كده فرحان قوي بالآيات اللي ختمنا بيها وقت العبادة، وأنا نفسي النهاردة تصدق إن الكلمات دي هتحصل في حياتك. عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين. وأنا بصلي النهاردة إن الرب يرد سبي كل واحد فينا، وإن الرب يرد سبينا. آخر المزمور يقول كده، يقول له: أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوبي.
الرب عايز يرد سبي شعبه. لما الشعب كان بيسبى الى ارض غريبه، لما الشعب كان بيتسبي لاراضي غريب، بيبقى بيتمنى الوقت اللي يرجع فيه مره تاني لارضه. لما طلبوا من 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 شعب الله يرنموا، قالوا له كيف نرنم للرب ونحن في ارض غريبه؟ لو انت النهارده في ارض غريبه، لو انت مسبي في ارض تانيه مش هي الارض اللي الرب عايزك تكون فيها، مش بتكلم عن الارض المكان، لكن بتكلم عن الارض الروحيه. الرب النهارده بيقول لك انا عايز ارد سبيك، انا عايز ارجعك للخطه مره تاني. شاعر في روحي ان في ناس كتير العالم نجح انه يسبيها، والعدو نجح انه ياخدها في سكك بعيده عن سكه الرب، والرب النهارده بيقول لك انا على قلبي ارد سبيك. زمن استرداد لشعب الرب، زمن رد سبي كل ما اخذ وكل ما سلب من شعب الله. الرؤية تسترد من جديد، القوة تسترد من جديد، القداسة تسترد من جديد. كل شيء نجح العدو انه يسرقه مننا، لان العدو سارق ولص. كم واحد يعرف الكلمات دي؟ العدو سارق ولص، اتى لكي يهلك ويسرق ويذبح. اما انا، قول ورايا، اما انا، قول كمان، اما انا، اما انا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. قول هللويا من فضلك. صدق النهاردة أن كل شيء نجح العدو. أمثال 6 عدد 30 يقول كده، إن وجد السارق يرد 7 أضعاف حتى لو أعطى كل قنية بيته. النهاردة الرب بيقول لك كده، كل شيء اتسرق منك صدق أنك هترده 7 أضعاف. هيجي الوقت اللي إبليس هيندم أنه سرق منك شيء. إيه اللي نجح العدو أنه يسرقه منك خلال الأعوام الماضية؟ فرح، سلام، علاقة، محبة، رؤية، خدمة، مكان. إيه اللي نجح العدو يسرقك؟ ارفع إيدك النهاردة وقول له باسم الرب يسوع، كل شيء نجح العدو أنه يسرقه مني، حتى لو ولادك، حتى لو بيتك، حتى لو زوجتك، حتى لو أي شيء نجح العدو أنه يسرقه منك، قول له باسم الرب يسوع هيترد 7 أضعاف. هيترد 7 أضعاف. زمن استرداد عندما رد الرب سبي صهيون. عارفين حصل ايه؟ المرنم بيقول صرنا مثل الحالمين. يعني ايه؟ يعني كنا مش متأكد احنا بنحل، احنا في حلم ولا في حقيقة. صرنا زي اللي بيحلموا، محتاجين حد إيه؟ هو احنا بنحلم؟ صرنا مثل الحالمين. حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. هاليلويا. هيحصل في المؤتمر ده، هيحصل في المؤتمر ده، وهقول لكم ليه هيحصل في المؤتمر ده. من 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 ساعه بقالي فتره جوايا كلمتين. اول حاجه كلمه اجواء، اجواء، اجواء جديده. وشعر ان رب مش هيجي بجو، لا، دي اجواء جديده، زي ويفز، ويفز من البركه، ويفز من الحضور الالهي. ويفز يعني امواج، امواج من البركه والحضور الالهي هتيجي على حياتنا بشكل متتالي وبشكل متعاقب بشكل غير عادي. وشعر قوي انك خليك مستعد لاجواء جديده، اجواء ما حضرتهاش قبل كده. مش بتكلم على المؤتمر، انا بتكلم على اللي عايز الرب يعمله في حياتك. وانا بتكلم وانا بعلن اجواء، اجواء، افتكرت ان احنا في بيت لحم. 5 يناير دي اجواء ايه؟ حد يقدر يقول؟ اجواء الميلاد، مش كده؟ اجواء الميلاد، الكريسماس. يا في بيت لحم في الوقت ده اجواء الميلاد، كل حاجه بتقول بتفكرنا بالميلاد. وانا عايز اقول لكم النهارده ان الاجواء اللي رب هيعملها اجواء ميلاد، أجواء هتتولد فيها أمور جديدة في حياتك. خد الكلمة دي بطريقة نبوية شخصية لحياتك النهاردة. عندنا في الإنجليزي يقول لك don't take it personal. النهاردة أنا بقول لك take it personal. خد الكلمة دي ليك بطريقة شخصية. الرب عايز يعمل ولادات جديدة، هيجي بأجواء ميلاد، هيولد أمور جديدة. يقول كده الكتاب، هل تولد أمة في يوم؟ أيوة تولد أمة في يوم. الرب هيجي بيولد أمور جديدة، رؤى جديدة، إعلانات جديدة، أحلام جديدة، أشواق جديدة، إعلانات جديدة. الرب هيجي بأمور جديدة هتتولد
في رحم كل واحد فينا. قول أمين باسم الرب يسوع. وهتتولد في رحم الكنيسة. الكنيسة هي الرحم اللي بتتولد منه أمور جديدة في هذه الأرض وفي هذه البلاد. مش كده نفسي تصدق إن لما تيجي أجواء الميلاد، أجواء الولادة اللي بيتولد فيها زي اليومين دول من 2000 سنة، اتولد رب المجد يسوع في مزود. وأنا عايز أقول لك إنه اليومين دول هتتولد أمور جديدة، هيتولد خلاص، وهتولد شفاء، وهيتولد هتتولد بركة جديدة وإعلانات جديدة. الولادة هي عبارة عن بريك ثرو، يعني بتفضل المرأة حامل بأمور وبعد كده بتتم الولادة. الولادة عبارة عن بريك ثرو، بيتولد. النهاردة بقول لك في أمور كتيرة أنت ممكن تكون حامل بيها أو محمل بيها لسنين طويلة. أقول لك الوقت ده هيتولد أمور جديدة، هتولد علاقات جديدة، هتتولد أجواء جديدة، أجواء من البركة، من الحضور الإلهي. توقع أجواء ميلاد على حياتك بطريقة شخصية. قول أمين من فضلك. لما يحصل كده هتمتلئ أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. بس مش بس كده، أنا مصدق إن في المؤتمر ده أفواه كتير هتتملي بضحك. لما سارة جابت إسحاق سميته إسحاق، عارفين ليه؟ يعني إيه إسحاق؟ ضحك. الرب هيدينا ضحك، هنضحك بالروح، هيكون في سكيب من الفرح في الأعماق. وكأني أشعر في روحي إن في ناس كتيرة مكتئبة حزينة بقالها كتير ما ضحكتش من القلب، لكن الرب النهاردة بيقول لك إذا هملة مش بس أفواهك ضحك، لكن ألسنتك ترنم. حينئذ يقولون بين الأمم قد عظم الرب العمل معنا. ويرجع المرنم يحط نقطة يقول عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. كم واحد مصدق في الكلام ده؟ كم واحد مصدق أن الرب هيعظم العمل معنا؟ يعني إيه يعظم العمل؟ يعني مش مجرد يعمل لكن يعظم العمل، مش مجرد يشفي لكن يعظم الشفاء، مش مجرد يحرر لكن يعظم الحرية والتحرير، مش مجرد يصنع أمور عادية لكن يصنع أمور بعظمة وبقوة، ويعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هاليلويا. افتح كتابك المقدس على الآيات شعار المؤتمر. متى، إنجيل متى أصحاح 2 من عدد 1. إنجيل متى أصحاح 2 من عدد 1. ويريت نقف كلنا مرة تانية، معلش سامحوني، أنا عارف أنكم قعدتوا وارتحتوا. هنقرأ من عدد 1 لعدد 12. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. تعالوا نقول العبارة دي مرة تاني من أول. أين قائلين أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي
ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم. يبارك لنا الرب هذه الكلمات. خلونا نغمض عينينا لحظات ونطلب الرب. اطلب الرب من كل قلبك، قل يا رب تكلم إلي. صموئيل قال له كده، قال له تكلم يا رب لأني عبدك سامع. قل يا رب النهاردة اديني أذان للسمع لكي أسمع ماذا يقوله الروح للكنائس. قل يا رب تعالى النهاردة اتكلم إلى قلبي إلى حياتي. أنا مش عايز مجرد وعظة تضاف لعدد الوعظات الهائل اللي سمعتهم في حياتي، لكن عايز إعلان من شخصك. أنا عايز إعلان من على العرش. أنا عايز إعلان إيه اللي السماء عايزة تقوله للأرض، إيه اللي السماء عايزة تقوله ليا، إيه اللي السماء عايزة تقوله للكنيسة في هذه الأيام. يا رب يسوع بنيجي قدامك بنعلن أشواقنا كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. بصلي رب انك تخلق اشواق حقيقيه في كل قلب، تخلق جوع، تخلق عطش، لا للخبز ولا للماء ولكن لاستماع لكلمتك. بصلي رب انك تخلق جوع حقيقي، اشواق حقيقيه في قلب كل واحد فينا، مش ان احنا نسمع وعظه لكن احنا نسمعك، نراك، نشوفك، نشبع بيك، نتفرس في جمالك في هذه الأيام يا رب. منصلي إنك تيجي تعلن لنا ذاتك، إنك تتراءى لنا، تتراءى لكل واحد فينا، عشان نقدر نقول يا رب مع عبدك اللي قال الذي رأيناه الذي شهدناه الذي سمعناه الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. في اسم المسيح نطلبك وحدك وليس سواك، ومصدقين يا رب انك هتعطينا اكثر جدا مما نطلب او حتى نفتكر، حسب القوة التي تعمل فينا، في المسيح يسوع. امين امين. شعار المؤتمر، تفضلوا. شعار المؤتمر السنة دي هو اتينا لنسجد له. تيجي نقولها مرة كمان، اتينا لنسجد له. بس قبل ما اتكلم عن الآية دي احب اتكلم عن الناس اللي قالوا الكلام ده. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في ايام هيرودس الملك، اذ مجوس من المشرق. المجوس دول نفسي اتكلم عنهم شوية، الناس اللي جايين عشان تسجد، محتاجين نتعلم منهم حاجة النهاردة. طبعا انا بعبر عن إعجابي اللي بيبهرني كل مرة بشعارات مؤتمر الأسيس حاتم، دائما بيختار شعارات فوق العقل جميلة جدا. ولما قريت شعار المؤتمر أتينا الناس قلت الله إيه الروعة دي. وفعلا كلنا محتاجين نتعلم إزاي نيجي نسكت، إزاي نعبد. لكن قبل ما أدخل في شعار المؤتمر عايز أتكلم عن المجوس. المجوس دول كانوا جماعة ممكن يكونوا منجمين، ممكن يكونوا بيهتموا بالفلك، ممكن يكونوا بيهتموا بعلماء أو حكماء، وغالبا هم من أرض الفرس، من أرض من إيران أو من بلاد المشرق في الوقت ده، وهم بيدرسوا وبيشوفوا بيدرسوا عن الإشارات اللي بتعلنها السماء ليهم. شافوا نجمة معينة، هم فاهمين النجمة دي ولادة ملك،
فابتدت النجمة دي تعلن ليهم عن ولادة ملك، والملك ده هو ملك اليهود. فسابوا حالهم ومالهم وسابوا كل حاجة. باي ذا واي هم مش ثلاثة، لأنه كتير بنفكرهم ثلاثة لأن هم قدموا ثلاث أنواع من الهدايا، بس مش معنى كده أن هم فقط كانوا ثلاثة، غالبا كانوا مجموعة ومجموعة كبيرة. كتاب ما قالناش عددهم قد إيه، لكن قالنا أن هم جم من مكان بعيد من المشرق، قد جاءوا إلى أورشليم. والطريق بين المشرق والأورشليم ده مشي، ده سفر كبير جدا. لكن أول حاجة بحب أتعلمها، أتعلم ثلاث حاجات بسرعة من المجوس. أول إعلان أحب نتعلمه فيه إن هم كانوا بيدوروا عليه. جم سألوا سؤال مهم جدا، حد فاكر إيه السؤال اللي سألوه؟ أين هو المولود ملك اليهود؟ إحنا بندور عليه، إحنا جايين عشان نشوفه، إحنا قطعنا مسافة طويلة جدا، إحنا عملنا كل اللي ما يتعمل، إحنا خطرنا بحياتنا علشان نوصل للحاجة دي. كانوا بيدوروا عليه. في شخص جميل قوي، خادم أجنبي أمريكاني اسمه تومي تيني، اسمه تومي تيني، كتب كتاب حلو قوي اسمه God Chasers أو بمعنى آخر الباحثين عن حضور الله. ده الترجمة، ترجم باللغة العربية. كتاب من أروع الكتب اللي بشجع أي حد بيدور على الرب إنه يقرأ الكتاب ده. الجماعة دول كانوا God Chasers، كانوا بيدوروا عليه، كانوا طالبين الرب، كانوا بيجروا بيدوروا عليه في كل حتة، لدرجة راحوا للملك يسألوه عن أين هو المولود ملك اليهود. وأنا بصلي النهاردة أن نتعلم الحاجة دي، أن نكون طالبين الرب. نكون إيه؟ طالبين الرب، نكون بندور عليه. What you are searching for، إيه اللي أنت بتدور عليه؟ إيه اللي أنت بتطلبه؟ إيه اللي أنت بتدور على إيه؟ بتدور على المجد ولا على الشهرة ولا على الفلوس ولا على الغنى؟ إيه اللي بتدور عليه؟ إيه اللي قلبك بيدور عليه؟ إيه اللي بتبحث عليه؟ الجماعة دول كانوا طالبين الرب، كانوا بيدوروا عليه. مزمور 14 وعدد 2، آيات جميلة جدا. عدد واحد بيقول كده: قال الجاهل في قلبه ليس إله. في ناس كتيرة باعت القضية، ويمكن في الزمن اللي احنا فيه هنلاقي ناس كتير بتقولك مفيش إله، مفيش إله. لكن يكمل الكاتب المزمور في عدد 2 ويقول كده: الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الرب، هل من فاهم طالب الله. الرب بيدور، بص كده من السماء على كل بني البشر، بيدور على ناس فاهمة، على ناس بتطلبه، على ناس بتدور عليه. يا ترى انت بتدور عليه؟ خلينا اسألك النهاردة، يا ترى بتدور عليه؟ يا ترى عايز تعرفه أكتر؟ يا ترى عايز تدخل في علاقة معاه أكتر؟ الرسول بولس بعد باع طويل من الخدمة والإعلانات وذهب للسماء الثالثة وعمل يعني ما حدش وصل لعمق الإعلان، يقول كده في فيليبي 3: لأعرفه. إيه ده، أنت لسه ما عرفتوش؟ قال آه، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامي متشبها بموته. أنا عايز أختبر كل حاجة، عايز أختبر قوة قيامته، عايز أختبر شركة ألامه، عايز أختبر إزاي أموت معاه وأقوم معاه، أنا عايز أعرفه. أنت نهر سيدي يسمو مدى. الرب مفيش يوم هتيجي تقول خلاص أنا وصلت، أنا عرفت كل حاجة، أنا فاهم كل حاجة. هتفضل طول العمر بتجري عشان تعرف أكتر. بس الرب يدينا القلب ده، القلب اللي طالب الرب. بصلي إن احنا نكون جماعة بيسميهم الكتاب طالبين الرب. مزمور 24 عدد 3 بيتكلم عن من يصعد إلى جبل الرب. عندي إعلان مهم جداً، معش كده من فضلك ركز معايا من فضلك. من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه. في شروط للي يصعد لجبل الرب. اللي عايز يصعد لجبل الرب ده مش أي حد، لكن يقول كده: الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذباً.
الشخص ده اللي عرف ازاي يعيش بطهارة يدين وبنقاء قلب ولم يحمل نفسه إلى الباطل ولا يحلف كذبا، الشخص ده هيصعد إلى جبل الرب ويقوم في موضع قدسيه، بس يكمل يقول كده يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه. نور ينفع تتابعيني بالآيات لو سمحتي عشان الناس تقدر تقرأ معي. أشكرك بابا. مزمور 24 أنا بقرأ من عدد 3 لعدد 6، يقول كده يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاص. اسمع الكلمات اللي جاية. هذا هو الجيل الطالبه الملتمسون وجهك يا يعقوب. الرب بيدور على الجيل، وأنا النهاردة بتنبأ على الجيل الجديد، على الشباب اللي موجودين في وسطينا، يعني شباب من تمانينات وانت طالع كده يعني، لا مش قصدي، بتكلم ان الرب بيدور على جيل. الجيل ده بيسميهم الجيل الطالبه الرب. مين هو الجيل ده؟ مين الجيل اللي الرب بيدور عليه؟ يقول كده الملتمسون وجهك يا يعقوب، اللي بيدوروا عليك، اللي طالبين وجهك، طالبين حضورك، طالبين مجدك، طالبين شخصك، مش طالبين حاجة تاني. يا ترى احنا الجيل ده؟ هلو، انتوا لسه هنا؟ انتوا لسه معايا؟ اي حاجه ولا مع الاسف؟ الرب بيدور على جيل. الجيل ده، الجيل، عشان كده النهارده بتكلم للجيل. في حركه حاصله حوالين العالم كل يوم بسمع عنها اكتر، في الجيل الجديد، في النيو جينيريشن، والرب طالب انه يخلق جيل جديد. يقول كده جيل يخلق يسبح الرب. الجيل دول باعوا كل حاجه، الجيل دول بيعيشوا بطهارة اليدين، بنقاء القلب، مش بيحملوا نفسهم للباطل، قرروا انهم لم يحلفوا كذبا، قرروا انهم يعملوا ايه؟ يلتمسوا وجه الرب، طالبين الرب. بصلي النهاردة ان الرب يخلق، انا شايف شباب كتير موجودين في وسطينا، انا بصلي ان الشباب ييجوا مع بعض ويتجمعوا، لانه الرب عايز يخلق جيل جديد، وبيكو هتحصل نهضة عظيمة في هذه البلاد، والنهضة القادمة هيقودوها الشباب مش الشياب. عشان كده النهاردة بصلي استقبل الإعلان ده في روحك، استقبل الإعلان ده أن الرب، يمكن العدو نجح أنه يلهيك بأمور كتيرة جدا بدراستك وبشغلك وبمستقبلك، لكن النهاردة الرب عايز يخلق هذا الجيل، الجيل الطالبه الرب. الرب بيدور بيطلب هذا الجيل، الجيل الملتمسون وجهك. كلمة وجهك دايما في الكتاب المقدس بتعني حضورك، طالبين حضورك، طالبين مجدك، طالبين شخصك، طالبينك أنت وحدك. اطلب الرب مادام يوجد، ادعوه وهو قريب. اطلب الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما. الرب عايز هذا الجيل اللي بيدور عليه، اللي بيطلب الرب. يا ترى احنا طالبين الرب؟ يقول كده في مزمور 34 وعدد 10، الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالب الرب، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. الدنيا غليت قوي مش كده؟ حتى عندكم هنا غليت قوي؟ يا غليت قوي، والناس بتجوع والأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب، أما اللي بيدوروا عليه، أما اللي عنيهم عليه، أما اللي قلوبهم متعلقة بيه، فلا يعوزهم شيء من الخير. قول هاليلويا من فضلك. شعرين في أرواحنا ناس اللي بتتنبأ وبتلقط من الرب. الحس النبوي مهم جدا في الكنيسة، وعشان كده حاجة نفهمها برضو عن المجوس دول، كان عندهم حس نبوي، كان بياخدوا إعلانات من السماء. يمكن ما كانوش فاهمين اللي احنا فاهمينه دلوقتي، يمكن ما كانوش بينقادوا بالروح القدس، لكن كانوا عندهم إدراك ان في السماء عايزة توصل رسالة. ودايما الأنبياء هم الناس اللي بيوصلوا أحشاء السماء لينا، اللي على قلب السماء لينا. السماء دايما عندها رسالة عايزة توصلها للأرض. هلو؟ فاكرين لما ظهر جمهور من الجند السماوي وعملوا ايه؟
وسبحوا الله ومجدوه. المجد لله في الأعالي على الأرض السلام بالناس، بالناس دول بينا المسرة. عشان كده دايما السماء عندها رسالة. لما وقفوا بالرعاة وقالوا لهم كده: لا تخافوا فإني أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح. دايما السماء عندها رسالة عايزة توصلها لينا، والرب يدينا هذا الحس النبوي اللي نقدر نسمع فيه ونفهم فيه إشارات السماء. السماء دايما عايزة تبعت إشارات، تبعت تبعت إعلانات. والرب النهاردة وعدنا بسماوات مفتوحة وملائكة صاعدة ونازلة على ابن الإنسان اللي جوه كل واحد فينا. عشان كده دايما دايما خليك متوقع الحس النبوي، دايما استقبل أمور من الرب. والرب يقيم في وسطنا أنبياء يقدروا يتكلموا بكلمة الله. مش كده وجود الأنبياء مهم؟ تقول لي لا، ده الأنبياء ده كان في العهد القديم، ده موضوع خلص. بتكلم عن إيه؟ أقول لك إنه لا، مش في العهد القديم. إحنا شفنا فيلبس في العهد الجديد كان عنده 4 بنات كنا إيه؟ يتنبأنا. ما كانوش بيتنبأوا في سرهم، كانوا بيتنبأوا، بيعلنوا، بيعلنوا عن إعلانات السماء، عن إعلانات الأرض. العهد الجديد فيه أنبياء، وبنشوف إنه الرب وضع في الكنيسة أولاً رسل، ثانياً أنبياء، وبعدين مبشرين ورعاة ومعلمين. الفايف فولد مينستريز أو الخمس الخدمات الخمسة اللي موجودين في كل كنيسة، الرب بيقيم رسل وبيقيم أنبياء. عشان كده مهم جدا الموضوع. نفسي نفسي نتحرر من اجتماع بنحضره الموضوع مش كنيسة واجتماع وجايين نتعزى ونرجع نرجع بيوتنا زي ما احنا. الموضوع أكبر من كده. الرب بيعمل إرسالية، الرب بيعمل كنيسة، الرب بيعمل بيجهز عروسة وبيعدها وبيجملها بالمواهب. عشان كده مهم جدا ان احنا نقعد قدام الرب ونفهم يا رب مين اللي انت اقمته في وسطينا، مين مين الرسل، مين الانبياء، مين المبشرين، مين الرعاة، مين المعلمين، عشان نقدر نفانكشن في في المواهب اللي موجوده. في روميا 12 بيتكلم يقول نبوه فبالنسبه للايمان، يعني في نبوه موجوده في العهد الجديد. كورنثوس الأولى 14 مقارنة بين الألسنة والنبوة، أصحاح كامل بيتكلم عن قد إيه النبوة مهمة جدا للكنيسة. من يتنبأ يتكلم بإعلان، يتكلم بإعلان سماوي. رب يدينا وعظ نبوي، رب يدينا تسبيح نبوي، رب يدينا فترات صلاة فيها نتنبأ على حياتنا، نتنبأ ناخد اللي على قلب الرب ونبتدي نعيشه. وده اللي كانوا المجوس، المجوس لقطوا خط، لقطوا إعلان، لقطوا إن في نجمة ماشية بتقول حاجة معينة. وإحنا بلغة العهد الجديد، بلغة الـ 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 الكنيسة النهاردة، ده الإعلان. الروح القدس، الروح القدس عايز يدينا إعلانات سماوية. الروح القدس يقول كده: من الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أبناء الله. عشان كده مهم جدا ان احنا نكون بنقاد بالروح. مش موجود، مش موضوع اجتماع وفترة تسبيح ووعظة، الموضوع اكبر من كده بكتير. ايه اللي على قلب الرب لينا في هذه الايام؟ مهم جدا ان احنا نكون طالبين الرب، نكون طالبين الرب. آية جميلة في امثال 5:28 يقول كده: الناس الاشرار لا يفهمون الحق. بص بقية الآية جميلة ازاي، أمثال 5:28: الناس الأشرار لا يفهمون الحق، وطالبوا الرب يفهمون كل شيء. مش كده النهاردة عايزين نتحول من مجرد مشجعين في الاجتماعات حاضرين الكنائس إلى طالبين الرب. احنا جايين نطلبك، احنا جايين، احنا جايين ماسكين فيك، احنا جايين بنمسك في هود بسوبك، احنا جايين. بيقول كده عروس النشيد قالت له: امسكته ولم ارخيه حتى دخلت به، انا ماسك فيك، انا متعلق بيك، انا طالب وجهك. مزمور 9:9 يقول: ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق. وأنا بقول إن الأيام اللي جاية في أزمنة الضيق، لكن الرب لينا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجدا شديدا، لذلك لا نخشى. أوعى تخاف. وإذا انقلبت الجبال إلى قلب المحيطات، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. قول هللويا من فضلك. يكون الرب، ويكون الرب ملجأ للمنسحق،
ملجأ في أزمنة الضيق. بص بقية الآية بيقول إيه: ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك. يا رب مين طالبيك؟ مين عايز يكون من طالبي الرب؟ قول يا رب خليني النهاردة من طالبيك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. أول حاجة تعلمناها من المجوس أنهم كانوا جاد شيسر بيدوروا عليه، جم عانوا المشقة والطرق الوعرة والمخاطر الطريق ووصلوا عملوا كل اللي يعملوا. بيحكوا يعني تقريبا التفسير أنه المجوس قعدوا تقريبا سنتين لغاية ما وصلوا للصبي يسوع، يعني الرحلة تقريبا كانت لمدة سنتين عشان لما جم شافوا الرب يسوع شافوه في المنزل مش في المزود. وبيقولوا المؤرخين أن تقريبا المدة كانت حوالي سنتين. لكن كلمة مجوس معناها حتى الإنجليزي الترجمة بتاعتها wise man. wise man دول كانوا حكماء. لكن الكتاب المقدس بيعلمنا أنه حكمة هذا العالم هي جهالة لله. العالم لم يعرفوا الله بالحكمة، عشان كده الرب بجهالة الكرازة أعلن ذاته لينا. الرب اختار جهال العالم عشان يخزي بيهم الايه؟ الحكماء. بس محتاجين ناخد النهاردة نفهم حاجة مهمة جدا. الناس دول كانوا فعلا طالبين الرب، لكن الناس دول كان عندهم حكمة خاصة، حكمة من فوق، حكمة سماوية، حكمة خلتهم يوصلوا للصبي للطفل يسوع، حكمة خلتهم يفهموا ان هم محتاجين ييجوا عشان يسجدوا لهذا الملك اللي يمكن من ديانة مختلفة، من هم مش يهود، هم مش ما بيتبعوش، لكن الرب عطاهم حكمة سماوية عشان يقدروا يفهموا انهم محتاجين يدوروا على هذا المولود ويسجدوا ليه، لانه هو ده اللي الرب عايزهم يعملوه. مش كده النهاردة بصلي مش بس ان احنا نتعلم منهم نكون طالبين الرب، لكن بصلي النهاردة ان نتعلم ان ناخد حكمة من فوق. قول امين من فضلك. محدش بهدل الكنيسة وبهدل المؤمنين في هذه الايام غير الحكمة الشخصية النفسانية اللي بيسميها الكتاب حكمة شيطانية. اسمع في يعقوب 3 بيتكلم عن الحكمة، يقول إيه؟ عدد 13، يعقوب 3:13: من هو حكيم وعالم بينكم؟ فليرى أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق. هلو؟ لسه هنا؟ حد بيفهم اللي بيتقال؟ حد فهم حاجة؟ كلنا بندعي الحكمة، كلنا بندعي أن أنا حكيم عصري. أنا بيقول كده: من هو حكيم وعالم بينكم؟ هو مين اللي شايف نفسه الحكيم واللي فاهم كل حاجة؟ طب نتيجة الحكمة دي حصل إيه؟ لكم غيرة مرة وعاملين أحزاب وتحزب مرة. الرسول يعقوب بيقول لهم لا تفتخروا على الحق وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. كلمة نفسانية يعني مليانة بالإيموشنز، مليانة بالمشاعر. الموضوع مش حكمة نازلة من فوق. هنا الرسول يعقوب بيفرق بين نوعين من الحكمة. في نوع حكمة نازل من فوق، حكمة إلهية، حكمة سماوية، وفي حكمة أرضية، حكمة بتاعة العالم، حكمة. والنهاردة للأسف المؤمنين مش مفرقين بين نوعين دول من الحكمة. لكن كلمة الله هنا بتورينا الحكمة دي إيه والحكمة دي إيه. كمل الآيات معايا: لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. دي الحكمة الأرضية
اللي مليانة بالنفسانيات، عارفين نفسانية مليانة بالمشاعر، أصله قال لي، أصلها قالت لي، أصل شافني وعيني في عينيه وراح بتدور من الناحية التانية، أصل لما سلمت عليه النهاردة كان زي التلج، أصل حسيت في مش عارف إيه إن هو بيخطأ. كلها مشاعر، كلها مش مبنية على أي حاجة، كلها assumptions، كلها ادعاءات أو تخيلات أو مشاعر أرضية نفسانية. كلمة اللي بعديها صعب قوي، شيطانية. إبليس بيستخدم هذا النوع من الحكمة، واتملت كنايسنا واتملت خدماتنا بهذا النوع من الحكمة. والحكمة دي عايز تعرفها ليها أشكال. أول ما حيث الغيرة والتحزب، أول ما تلاقي في غيرة وتحزب، طب ليه عطاله الخدمة دي وما عطانيش؟ طب ليه القسيس بيخلي فلان وأنا ما بيدي؟ طب ليه بيفضل فلان عن فلان؟ طب ليه بيعمل؟ ليه غيرة؟ ومش بس غيرة، في حاجة اسمها إيه؟ تحزب. يعني إيه تحزب؟ يعني صارت الكنيسة أحزاب، أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا، حتى المسيح برئيس حزب وأنا للمسيح. مش مهم الاسم، المهم ان ده تحزبات. اكيد يمكن يفكر ان بولس يبقى فرحان ان عنده حزب وان الناس دول بينادوا بيه. الحقيقة بولس ما كانش فرحان ابدا، بيقولوا من قسم المسيح انتوا باسم بولس اعتمدتم الموضوع، الموضوع ملوش علاقة ولا بيا ولا بأبولس ولا بصفا ولا بده ولا بده. احنا المفروض نكون كنيسة واحدة. أول ما يجي الغيرة والتحزب يقول كده هناك التشويش. عارفين يعني إيه تشويش؟ أكثر حاجة بتقدر تفهم بيها التشويش إن يبقى في حد بيتكلم وإنت مش سامع ليه، في أصوات كتيرة قوي حواليه. وقت التشويش ده بتحس إبليس بيشتغل في هذه الأجواء. النهاردة تكلمنا عن أجواء روحية، أجواء سماوية، أجواء بيتولد فيها أمور أو أجواء الميلاد، لكن في كمان أجواء بيتعامل في مناخ إبليس بيشتغل فيه، المناخ الغيرة والتحزب وأنا مع فلان ضد فلان، وأنا دي أجواء بيشتغل فيها العدو، ودي أجواء تمتلئ بالتشويش، تبقى مليانة تشويش، الناس مشوشة. يعني إيه؟ مش مركزة، مش قادرة، very distracted. بيرجع يوصف النوع، بيقول هناك التشويش وكل أمر رديء. في الجو ده بقى كل حاجة وحشة بتحصل، فالناس بتكذب والناس بتقول حاجات على لسان بعض والناس بتفتري على بعض. خلاص بقى، ما هو جو تشويش وجو تحسب وغيرة، وكل واحد شايف نفسه حكيم. أيوة أنا اللي فاهم، أنا الصح. كل أمر رديء بتلاقيه في هذه الأجواء. نكمل الآيات. وأما الحكمة التي من فوق، قول ورايا، وأما الحكمة التي من فوق، ممكن نقولها مرة تانية عشان نصحى، وأما الحكمة التي من فوق. الحكمة اللي من فوق دي بتعمل إيه بقى؟ فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مزعنة، مملوءة رحمة وأثمار صالحة، عديمة الريب والرياء، فالشك ولا رياء ولا وشين، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. نفسي أعلمك حاجة النهاردة. أول ما تصحى الصبح، أنا شخصيا بعمل كده، مش بقولك إن أنا حاجة، لكن نفسي أعلمك الحاجة اللي أنا بعملها. كل يوم بطلب من الرب حاجتين، بقول يا رب اديني divine guidance، إرشاد إلهي. divine يعني إلهي، guidance يعني إرشاد إلهي، وديني divine wisdom. كل يوم بطلب حاجتين، بطلب divine guidance، بطلب الرب يقود حياتي ويرشدني في اليوم، وبطلب divine wisdom، بطلب حكمة إلهية، حكمة من فوق. كم واحد يقول معايا الكلمات دي؟ كم واحد عايز هذا النوع من الحكمة؟ ارجع بعد الاجتماع قبل ما تنام النهاردة، اقرأ يعقوب 3 من عدد 13 لعدد 18 مرة تاني. اقرأ مواصفات هذه. كان نفسي أقضي فيها وقت أطول، بس عشان الوقت وعندي نقط كتيرة، أنا كل ده في المقدمة فمحتاج أجري بسرعة.
شوف النهاردة اللي انت مقتنع بيه ده حكمة أرضية نفسانية شيطانية، بتعمل مشاكل، بتعمل انقسامات، بتعمل تشويش، بتعمل بتهد ولا بتبني؟ يا ترى دي من أرض ولا من السماء؟ الحكمة اللي نازلة من فوق مليانة أمور جميلة، طاهرة، مسالمة، مترفقة، مزعنة. يعني إيه مزعنة؟ يعني تتخيل، يعني تقول أكيد الشخص ده قصده كده، أكيد هو نفسه ما كانش قصده الواحد، بالعكس يعني بتفايند إكسكيوزز للآخر. مليانة رحمة، مليانة أسمار صالحة، عديمة الريب، ما بتشكش، عديمة الرياء، فيها صدق وفيها وضوح. وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. ثالث نقطة، يبقى أول حاجة تعلمناها من المجوس أنهم إيه؟ طالبين الرب، بيدوروا عليه، جم يسألوا أين هو المولود ملك اليهود. ثاني حاجة شفنا أنهم كان عندهم حكمة من السماء، حكمة من فوق. وبصلي من قلبي مش بس نتحول إلى ناس طالبين الرب، لكن الرب يدينا كمان حكمة من فوق، حكمة نازلة من فوق. كم واحد يقول أمين؟ ثالث حاجة، عندهم هدف واضح، هم عارفين جايين ليه. هم مش بيدوروا على المولود عشان يعني هنشوف بقى هنعمل إن شاء الله لما نقابله ونلاقيه هنشوف نعمل إيه. لا لا، عندهم هدف واضح، قالوا كده أتينا لنسجد له. احنا عندنا هدف واضح جدا، احنا عارفين احنا جايين ليه. ممكن أسأل حضرتك وحضرتك سؤال النهاردة، انت جاي المؤتمر ليه؟ عشان تسجد له؟ أمين، إجابة نموذجية. ساعات كتير بنبقى مش عارفين الهدف، بلاش جاي المؤتمر ليه؟ أنت عايش على الأرض ليه؟ أنت موجود هنا ليه؟ إيه اللي على قلب الرب لحياتك؟ إيه خطة ربنا ليك؟ الرسول بولس يقول كده، لعلي أدرك الغرض الذي لأجله أدركني المسيح، إني لست أحسب نفسي قد أدركت، ولكني أسعى لعلي أدرك الغرض. أنا عايز أفهم خطة الله لحياتي، أنا عايز أفهم الغرض اللي لأجله أدركني المسيح. المسيح ليه غرض على حياتي، ليه دعوة على حياتي، ليه خطة خاصة لحياتي. مهم جداً إني أفهم إيه الخطة اللي على قلب الرب لي. الكتاب يتكلم عن الفاهمين، يقول كده في دانيال 12، الفاهمون يضيئون كضياء الجلد. اللي بيفهم بيبقى منور. ليه؟ لأنه هو فاهم رايح فين وجاي في منين. مش كده الرب يدينا نكون عارفين الهدف، لينا هدف، أتينا لكي إيه؟ لنسجد له. طب هل ده هدف؟ هل السجود هدف؟ هل العبادة هدف؟ إشعياء 43 عدد 7 يقول كده، بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. عارف الرب ليه خلقك وجبلك وصنعك؟ لمجده. شاور عليه قول كده، لمجده. كل حاجة عايز أعملها تبقى لمجده، عايز أعيش لمجده، عايز أكون لمجده، عايز أكل لمجده، عايز أذاكر لمجده، عايز أشتغل لمجده. كل ما فعلتم بقول أو فعل افعلوا الكل لمجد الله. هدفي إني أعيش لمجده، هدفي إني أمجده، هدفي إني أشبع قلبه. أنا مش عايش ليا، أنا عايش لي. تقدر تقول وراي الكلمات دي؟ أنا مش عايش ليا، أنا عايش لي. تقولي فين في الكتاب المقدس بيقول الكلام ده؟ قول كده، الكتاب يقول في رومية 5 يقول كده، الذي مات كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. الرب بيدور على الساجدين. السجود ده هدف، أنا موجود هنا عشان أسجد، عشان أعبد، عشان أديله المجد والكرامة والسجود والعبادة. أنا مخلوق، هو جبلني وخلقني وصنعني لمجده. قول أمين من فضلك. مش كده
بنلاقي في يوحنا 4 في حديث يسوع مع السامرية كلمات مهمة جدا. بنلاقي انه في كان خلاف بين اليهود والسامريين، يا ترى العبادة هتتم على الجبل ولا في أورشليم؟ اليهود يقولوا العبادة في أورشليم والسامريين يقولوا العبادة على هذا الجبل. يسوع قال لها الكلمات دي في يوحنا 4:21، قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، ولكن تأتي ساعة وهي الآن. اسمع الكلمات دي لأنها مهمة جدا، ولأن ده لب موضوع مؤتمرنا. مؤتمرنا بيتكلم عن السجود، بيتكلم عن العبادة. احنا هنا، احنا موجودين على هذا، على هذه الأرض عشان نعبده، عشان نمجده، عشان نديله المجد والإكرام الذي يليق به. هتأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح وبالحق. الساجدون الحقيقيون ده معناها في ساجدون غير حقيقيون. السجود اللي بيقبله الرب، العبادة اللي بيقبلها الرب، كلمة أتينا لنسجد له، ترجمة الإنجليزي الأكثر من حاجة، ترجمة we come to adore him. adore him يعني حتى طلعت منها الترنيمة اللي هي وقام let us adore him، تعالوا لنسجد له أو نعبده. adore him أكتر من سجود. أنا لما تأدور يعني بتحبه لدرجة العبادة، بتحبه لدرجة العبادة. الكينج جيمس سميها، قال كده، ترجمها we came to pay homage، وكلمة homage معناها لكي نكرمه، جايين عشان نكرمه، جايين عشان نمجده، جايين عشان نعبده، جايين عشان نرفعه. عشان كده مهم جدا نفهم ان الرب طالب حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق. يرجع الرب يسوع يكمل الآيات دي في عدد 24، يقول كده: لأن الآب طالب، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. الرب طالب. كلمة طالب يعني إيه؟ He's seeking. هو بيدور، بيدور على ناس تسجد له بالروح وبالحق، بيدور على ناس بتسيب كل حاجة وتيجي تترمي قدامه، تسجد أمامه، تكرمه، تمجده، ترفعه. يا ترى انت من الناس اللي بيدور عليهم الرب؟ يا ترى انت هتكون الشخص اللي رب يقول لقيت النهاردة ساجد، لقيت النهاردة عابد، لقيت النهاردة؟ كلمة ساجدين او عابدين هي نفس الحاجة، السجود والعبادة نفس الشيء. عشان كده النهاردة الرب طالب مثل هؤلاء العابدين الساجدين اللي بيسجدوا له بالروح مش بس بالجسد. مش ناس كتير بتسجد بالجسد، لكن الرب عايز سجود بالروح القدس، عايز سجود بالحق، مبني على الحق الكتابي، على الإعلان عن شخص الله إن هو الحق. عشان كده أنا بسجد ليه كملك متوج. دايما لو عايز تتعلم عن أي موضوع في كلمة الله، ارجع لأول لسفر التكوين. سفر التكوين بيسموه سفر البدايات، والسفر ده في بداية كل حاجة، في بداية الخليقة، الخلاص، السقوط، كل حاجة ابتدت في سفر التكوين. حتى لو عايز تعرف عن الموسيقى هتعرف، هتلاقيها في سفر التكوين، كل حاجة. عشان كده سموه سفر البدايات أو بالفارسي بداياتش. لو عايز تعلم العبادة، آخر شاهد أحب أشاركه معاكم النهاردة، لا في شاهد كمان، معلش بسرعة عشان الوقت. تكوين 22 يقول كده: وحدث بعد هذه الأمور إن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. وأنا عايزك لما توقف قدام الرب والرب يكلمك اتعلم تقول له: هيرا يا أم، ها أنا ذا. يعني أنا متاح ليك، اللي أنت عايزه رب، أنا خاضع لكل كلمة عايز تقولها لي. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المورية واصعده هناك محرقة. لسه معايا يا جماعه؟
على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد. فقال إبراهيم لغليمه، اسمعوا الكلمات اللي جاية، اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك وإيه؟ ونسكت. دي أول مرة ذكرت كلمة نسكت، أتينا لنسجد له. إبراهيم قال للغلامين، قال له بعد ما خد كل حاجة وطلعوا ثلاثة أيام، في اليوم الثالث شاف المكان، قال للغلامين خليكوا هنا، وخد ابنه وخد الحطب وخد ال 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 وقال لهم استنوا هنا، هنذهب بنعمل إيه؟ نسجد ونعمل إيه؟ فقال فين أنا ضهت؟ لقيتها. وذهب في اليوم الثالث رفع عينيه وأبصر الموضع من بعيد. فقال إبراهيم لغلامه، اجلسا أنتما هنا مع الحمار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكين فذهب كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي. فقال ها أنا ذا يا ابني. فقال هوذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهب كلاهما معا. فلما أتي إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم. فقال ها أنا ذا. فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. النهاردة نفسي نتعلم المعنى ده في العبادة. هنتعلم كتير قوي عن السجود والعبادة الأيام اللي جاية، لكن أول معنى نفسي فأول ليلة في المؤتمر السجود والعبادة إني أقدم الغالي والثمين على المذبح النهاردة. ما ينفعش يكون في عبادة من غير ما يكون في ذبيحة. عش كده النهاردة امتحن الله إبراهيم وبيمتحن كل واحد فينا النهاردة وبيقول لك كده عايز تعبدني، خد الحاجة اللي انت بتحبها قوي. مش لازم ابنك وحيدك الذي تحبه، لكن حاجة غالية على قلبك قوي وقدمها لي ذبيحة النهاردة. ده امتحان. إبراهيم بكر، صحي الصبح بدري وعمل زي ما الرب قال له بالظبط. إبراهيم كان فاكر، سفر رسالة العبرانيين بتعلمنا أنه إبراهيم كان هيدبح ابنه فعلا، ما كانش بيمثل، ما كانش بيرفع السكينة ومستني يقول له خلاص، لا لا لا، هو كان هيدبحه فعلا. بس هو كان عارف أنه بعد ما يقدمه ذبيحة للرب، الرب هيقيمه تاني وهيرجع معاه تاني. أنا عايز أقول لك النهاردة صدق الرب، طيع الرب. ال 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 العمل إبراهيم في الحاجتين دول حاجتين مهمين قوي، الطاعة والذبيحة. ناس كتير بتركز على الذبيحة من غير الطاعة، لكن الكتاب بيعلمنا كده ان الطاعة اهم من الذبيحة. نلاقي الكلام ده في صمويل الاول يقول كده الاستماع افضل من الذبيحة والإصغاء افضل من شحم الكباش. كلمة الاستماع اللي في صمويل الاول 15 معناها بالانجليش obedience is better than sacrifice. الطاعة اهم من الذبيحة. اكتر حاجة فرقت مع الله في ابراهيم مش بس انه بيقدم ابنه ومش بس انه بيقدم ابنه ذبيحة، لكن انه بيطيع الله تماما. ابراهيم ما فكرش، الرب قال له خد ابنك، إبراهيم تاني يوم عمل إيه؟ خد ابنه وطلع عشان يقدمه ذبيحة. لو عايز تبقى عابد محتاج تتعلم الطاعة والذبيحة.
كم واحد عايز يتعلم الطاعة النهاردة؟ الرب يسوع نفسه يقول كده عنه الكتاب في عبرانيين 5، تعلم الطاعة مما تألم به. اتعلم الطاعة، قال له كده، لتكن لا إرادتي بل إرادتك، لا مشيئة، إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، لكن أنا بطيعك، أنا بحط نفسي، وضع نفسه حتى الموت، موت الصليب. قبل ما يقدم نفسه ذبيحة هو أطاع، أطاع حتى الموت، موت الصليب. كم واحد عنده استعداد يطيع النهاردة؟ وكم عنده حد النهاردة عايز يقدم الغالي ذبيحة؟ يا ترى إيه الغالي؟ إيه الغالي اللي النهاردة الرب بيقول لك أنا عايزك تقدمه لي ذبيحة؟ وهي دي العبادة. آخر آيات أنا قلت لكم في آيتين، الآية الثانية بسرعة وهختم بها، رومية 12 وعدد 1، فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. بعد كده يقول كلمة مش مفهومة قوي بالعربي، عبادتكم العقلية. يعني إيه عبادتكم؟ يعني باتجاه واعي، بإرادة حرة، عبادة واعية. هي دي العبادة الحقيقية. العبادة الحقيقية مش مشاعر. العبادة الحقيقية مش فترة ترنيم وفريق ترنيم فبنعبد عبادة ما حصلش. العبادة الحقيقية هي عبادة واعية، هي عبادة باتجاه واعي. أنا بختار أني أقدم جسدي ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. هي دي العبادة العقلية، هي دي العبادة الواعية، هي دي العبادة المسؤولة، هي دي العبادة. أنا بختار أني أعبد الله، أنا مش بشعر، الموضوع مش مشاعر، الموضوع اختيار. كم واحد يقول أمين هنا؟ هنقف ونصلي مع بعض الدقايق اللي جاية، وهنعمل زي ما بيقول لنا الرسول بولس في رومية 12، أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا الذبيحة. ما ينفعش تقدم وحديها الذبيحة، لازم حد يقدمها على المذبح. وأنا النهاردة خلينا نقف كلنا مع بعض ونقضي لحظات صلاة قدام الرب. هطلب الميوزيشن هم ييجوا يعزفوا وإحنا بنصلي مع بعض. غمض عينك من فضلك، غمض عينك من فضلك، قول يا رب النهاردة أنا جاي أعبدك، أنا جاي عشان أتعلم إزاي أكون عابد، لأن السماء الآب طالب مثل هؤلاء العابدين الساجدين له بالروح وبالحق. أنا عايز أكون منهم يا رب، أنا عايز أكون منهم. علمني أكون طالب وجهك، طالب شخصك، طالب الرب. علمني أكون يا رب، نكون كجماعة طالبين الرب، بندور عليك. We're chasing you, we're looking for you. بنطلبك، بندور عليك، زي عروس النشيد، طلبت من تحبه نفسي فوجدته وأمسكته ودخلت به إلى حجرة من حبلت بي. أنا عايزك النهاردة تدور عليه. ضربوها الحراس، حرس الطائف في المدينة، ما فرقش معايا، قعدت تدور 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 لغاية ما لقيته، فوجدت من تحبه نفسي. قول يا رب علمني أدور عليك، أدور عليك. يطلبون الرب لعلهم يتلمسونه فيجدوه، أعمال 17، مع أنه عن كل واحد منهم ليس بعيدا. رب قريب قوي منك، مش محتاج تدور عليه كتير، محتاج قلبك يطلبه، محتاج قلبك يبقى مليان بالأشواق الحقيقية عشان تجري وراه. اجذبني وراءك فنجري، عايز أجري وراك، عايز أحبك، عايز يبقى قلبي متعلق بيك، مش شايف غيرك، مش بفكر غير فيك، مش بحب غيرك، مشغول بيك، قلبي متعلق بيك، روحي وعيني عليك. علمنا يا رب نكون الطالبين وجهك يا رب، نكون الجماعة اللي بتطلبك، بتطلبك، بتدور عليك لغاية ما تلاقيك. علمنا يا رب ناخد حكمة من فوق، ساعدنا النهاردة نرمي كل حكمة أرضية نفسية نفسانية شيطانية، كل حكمة جابت الغيرة والتحزب
والتشويش وكل أمر غريب رديء. علمنا يا رب النهاردة نترك كل حكمة ونستقبل حكمة جديدة من فوق. قالوا ديني حكمة من عندك يا رب. يعقوب 1:17 كده، من تعوزه حكمة فليطلب من الذي يعطي بسخاء ولا يعير. تعوزك حكمة؟ مفيش مشكلة، أنا تعوزني حكمة، أنا محتاج حكمة كل يوم، محتاج حكمة في كل موقف، في كل يوم، في كل لحظة، في كل دقيقة، في كل إريا، في كل منطقة، في كل قرار، محتاج حكمة من فوق، حكمة نازلة من فوق، حكمة مش أرضية، مش حكمة البشر اللي معرفوش بيها الله، لكن حكمة السماء، حكمة إلهية. قالوا ديني رب، اسكب علي حكمة من العلاء. من تعوزه حكمة فليطلب من الذي يعطي بسخاء ولا يعير، لأن ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. هيفضل هو إله كلي الحكمة، كلي الحكمة، كلها بحكمة صنع. قل يا رب علمني، علمني أكون عارف هدفي، عارف أنا موجود هنا ليه، مش بس موجود ليه في المؤتمر، مش بس موجود ليه، أنا موجود ليه في الدنيا، عشان أمجدك، عشان أعبدك، عشان أسجد ليك، لأنك أنت طالب، طالب عابدين، طالب ساجدين. الملائكة بيسجدوا لك 24/7 بيمجدوك، لكن أنت خلقتني عشان أعبدك، عشان أحبك، عشان أكرمك، عشان من خلالي ومن خلال حياتي يظهر مجدك. آيات جميلة في إشعياء 60، يقول قومي استنيري، كلم الكنيسة بينادي عليها، يقول قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. وذا الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. قل يا رب النهاردة أنا مستعد، مستعد يا رب أن أقول لك ها أنا ذا، مستعد أقدم الغالي والسمين، مستعد أقدم اللي أنا بحبه. قال له قد علمت أنك خائف الله لأنك لم تمسك ابنك وحيدك عني. يا ترى إيه اللي أنت ماسكه عن الرب؟ يا ترى إيه اللي أنت ماسكه عن الرب؟ النهاردة تعالى بالغالي بالسمين، علاقة، خطية محبوبة، أمر غير مرضي، إيه اللي أنت ماسكه عن الرب ومش قادر تحطه على المذبح النهاردة؟ إبراهيم قدم أغلى ما عنده، ابنه وحيده الذي يحبه، ما مسكوش عن الرب، ما استخسروش في الرب، قال يا رب عايزه ذبيحة بقدمه لك ذبيحة. المرنم بيقول له كده، بيقول له بجيب تبري على تراب الأودية لأنك أنت نصيب قسمتي. تعال النهاردة بالتبر بالغالي وارميه على التراب الأودية، خلي الرب يبقى هو نصيبك وقسمتك. قول يا رب أنت نصيبي، قسمتي، ميراثي، حبال وقعت لي في النعماء فالميراث حسن عندي. قول يا رب مستعد النهاردة أقدم أغلى ما عندي. رب بيكلم ناس موجودين في المكان النهاردة بيقول لكم كده، في أمور غالية، في أمور غير مرضية، في أمور أغلى مني في حياتكم، عايزك تيجي تحطها على المسبح النهاردة. حاجة أخيرة هصلي بها معاكم، أطلب إليكم برأفة الله تقدموا أجسادكم ذبيحة، السجود والعبادة إنك تقدم جسدك ذبيحة حية مش ميتة. الذبيحة لازم تكون حية مقدسة مرضية بعبادة باختيار واعي. مين نفسه يقدم جسده ذبيحة النهاردة؟ فضلك ارفع ايدك وانت واقف، قول يا رب النهارده بقدم جسدي ذبيحه، بقدم جسدي
ذبيحة. كل فكري، كل قلبي، كل مشاعري، كل أعضائي، كل جسدي، لحمي، كل الذرة فيا بقدمها لك ذبيحة النهاردة. بعيش على مذبح التكريس أمامك يا سيد. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، مقدسة مرضية أمامك. خلينا نرنم مع بعض الكلمات. أغني من مثلك
إلهي وإلهي صخرة خلاصي صخرة محضره قائل مجدا مجدا للملك مجدا ليسوع هاليلويا وأغني من مثلك
وقت العبادة ده الرب بينادي على أشخاص معينين في وسطينا، بيقولك تعالى أسجد أمامي، بيقولك اتقدم للأمام، قدم الغالي. إبراهيم ما كانش ينفع يعمل ده في مكانه، والرب قال له اصعد، تعالى قدم ابنك وحيدك. في حاجات الرب أنت ماسكها عن الرب، الرب بيقولك تعالى اطلع قدام، اطلع قدام، تعالى أسجد قدامي وقدم الغالي وقدم السمين. شعر أول لدي ليلة توبة وليلة رجوع وليلة تكريس. الرب عايز يرجع مرة تاني يمتلك على حياتنا وأوانينا. الرب عايز طالب من الناس إنهم عايشين في حياة فش قداسة، قدموا الجسد للأهواء وللشهوات. الرب يقول لكم كده النهاردة، زي ما قدمتوا أجسادكم للأهواء للشهوات، تعالوا النهاردة قدموا أعضاءكم للمسيح ذبيحة حية مقدسة مرضية قدامه. الرب بينادي على كل حد، كل حد، تعال قدم الغالي، قدم السمين، تعال حط جسدك على مذبح التكريس. ليلة التكريس النهاردة، ليلة التكريس، العبادة هتستمر، ونفسي أكبر عدد مننا يطلع، يطلع لقدام ويقدم، سكب قدامه، سكب قدامه. هلما نركع ونسجد أمام الرب خالقنا، اسجد قدامه، قدم جسدك ذبيحة حية مقدسة. قل له قدسني، قل له قدسني، قل له أفكاري ليك، فكري ليك، جسدي ليك، قلبي ليك، أعضائي ليك، مشاعري ليك، دوافعي ليك. أنا عايز اسجد قدامك. المجوس، المجوس مشوا أميال عشان يسجدوا ليك، والنهاردة انت عايزنا نطلع نسجد ليك، نطلع نسجد ليك، نطلع نترمي قدامك، نعبدك، نسجد لك، نباركك، نمجدك، ليس لينا غيرك. قلوا ليس مثلك، مفيش زيك، انت ربي، انت إلهي، انت ملكي، انت مخلصي. قل له انت الملك اللي تستحق السجود، تستحق العبادة، تستحق ان اقدم لك الغالي واقدم لك السمين. هيا نكمل عبادة، نكمل عبادة، واحنا نفسي اكبر عدد مننا يتقدم الامام. خد خطوة، خد خطوة، خد خطوة واطلع اسجد قدامه، اسجد قدام الملك. قول كده احنا جايين لكي نسجد له، لكي نعبده، لكي نمجده. بقدم لك يا رب ذبيحة، مش ذبيحة دموية، لكن بقدم لك حياتي ذبيحة، بقدم لك نفسي ذبيحة، بقدم لك جسدي ذبيحة، بقدم لك كلي ذبيحة.
رب حنان ورحيم أنت صالح أنت صالح للكل ومراحم على كل أعمال احمدك يا رب يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أتقياؤك يدك مرتفعة يمينك
الرحمة والأمانة تتقدماني أمام وجهك. العدل والحق قاعدة كرسيك. الرحمة والأمانة تتقدماني أمام وجهك. لك ذراع القدرة قوية يدك، مرتفعة يمينك، مرتفعة يمينك. لك ذراع القدرة قوية يدك، مرتفعة يمينك، مرتفعة يمينك. مرتفعة يمينك، مرتفعة يمينك. ويقول جميع الشعب